تجار الفرص، شكون هما تجار الفرص؟ تجار الفرص اللي يدير لك كيلو ليمون اللي هو القارص سعره السابق ما يفوتش 20,000، يعني يفوتش حوالي 200 دينار 20,000. الان تجار الفرص شحال قلبوه؟ قلبوه 650 دينار 65,000. تجار الفرص، تجار الفرص اللي يدير لك لاباراي اللي تقيس بها الاكسجين اللي يديروها في الاصابع ويقيس لك الاكسجين. كانت تدير لاباراي هذه جهاز قياس نسبة الاكسجين، نضرب بالدرجة باش الناس تفهمنا مليح مليح. هذا الجهاز كان في وقت سابق بدا سعره غير ماكش وقت سابق، يعني مش عنده سنوات، كان غير في الشتاء برك نوفمبر ديسمبر جان في فيفري، ما فاتش فيفري، كان يدير من حوالي 150 دينار عفوا 1500 دينار 150,000 الى ما يفوتش 2500 دينار يعني 250. الان تجار الفرص قلبوه من 6500 الى 650,000 الى 9500 اي 950,000، قلبوه من 650 950. وكاين لي فارماسي اللي قلبوه، وهذا نتاع اللي يبيعوا الحوايج الاجهزه اللي كاين لي فارماسي واللي يبيعوا الاجهزه شبه طبيه، وهذه قلبوه حتى المليونه. ها الان مليون يدير، كاين 950 وكاين مليون. لتجار الفرص ما يخافوش ربي، حاشا البعض حاشا البعض حاشا البعض، كاين اللي يخافوا ربي. بصح نهضروا الوقت الالي اللي ينتهزوا الفرصه تجار الفرص. قارورة اكسجين، اكسجين كانت ولا ما نقولوش كانت، قارورة اكسجين في المصنع، في المصنع شحال دير؟ حوالي ما تفوتش 3,500، ما تفوتش. الان يخرجها، كاين فئة تبيعها بسبعة ملايين، وكاين فئة تبيعها إلى غاية 15 مليون. نعم اللي يخافوا ربي، هذا مسموهم تجار الفرص اللي يخافوا ربي. جهاز الأكسجين نتاع 5 لتر برك، نقولوا 5 لتر، في وقت كي كانت كورونا قليلة ما كانش بزاف، كان يدير حوالي 10 ملايين. الآن يخافوا ربي قداش قلبوه؟ قلبوه 20 مليون، وربما تلقاه حتى لاصل واصل 25 مليون، ربما تلقاه حتى 25 مليون. هذا ما تجار الفرص اللي يخافوا ربي. كاينه فئه بدات من المده هذه الاخيره، الان الايام هذه الاخيره ولا الشهر هذا برك، هما جماعه التحاليل فئه، نقولوا شكون فئه التحاليل تاع الدم، تاع الدم بعد ما تخرج منك الكورونا لازم تدير تحاليل باش تعرف روحك خرجت منك ولا لا كورونا. كانت التحاليل من تبدا من 2000 دينار الى 2200، ولات 2800 دينار الى 3000 دينار، يعني 300,000، يعني كنا نضربها بالدرجه. التحاليل تاع الدم كانت تاع الكورونا كانت تدير من 200,000 حتى 220، دركا ولات تدير من 280 حتى 300,000، يعني زادوا شويه. دركا نهضروا بشوي باش الناس تفهمنا مليح. هذا اللي يبيع القارص اللي كان يدير ب 20 يبيعه ب 65,000. علاش؟ كيما واحد مقولة كان يقول لك احنا علاه جيبوا في الكورونا؟ احنا خاطرين، احنا ما زدنا والو، احنا جبتوا الكورونا زدنا لكم. علاه الكورونا هذه جبتها انا ولا جاب هذا ولا جابها الاخر؟ هذا وباء عالمي، ربي يختبر فينا، هذا راه اختبار مدى ايمان تاعنا. الكفار باش ما ننساش، الكفار في شهر رمضان ينقصوا ويخفضوا في السلع باش المسلمين يقبلوا عليهم اكثر باش يكسبوا الناس.
هنا تجار للفرص اللي خافوا ربي. القرص 65 ملي كان ب 20 ولا ب 65، جهاز قياس نسبة الأكسجين ل 150 كان يدير من 150 ل 250 لحق حتى 950، يخافوا ربي اش بيك. قارورة الأكسجين من المصنع 3 ملايين ونص ولا دير 7.15 المليون. نبداو بهذا تاع القرص، شحال هكاك نقولوا نسبة يربحها؟ قداش الفائدة؟ أكل أموال الناس بالباطل قداش؟ نقولوا حوالي 200% أكل أموال الناس بالباطل، هذا الأول. الثاني نسبة الأكسجين باللي كان نديرو تاع 250 قلبوه 950، حوالي 150% فائدة، هذا اللي خافوا ربي. قارورة الأكسجين كانت ب 3 ملايين ونص لحقت حتى نقولوا حنا نقولوا 10 ملايين ما نقولوش 15 ملايين، نقولوا 10 برك. ها؟ حوالي 150 ولا 120% فائدة، حوالي. أنا ما التفاصيل الدقيقة في الحساب خاطيتني أنا صراحة، يعني تقديريا بركة باش نتفاهموا برك، نهضروا بالدارجة باش تفهمنا تقديريا. هذا ثاني فن نتاع قارورة الأكسجين. والجهاز الأكسجين تاع 5 ليتر قلبوه ب 120، نقولوا غير ب 100 برك، ما نقولوش 25 مليون، نقولوا 20 مليون، يعني حوالي 100% فائدة. شوف، هذه يسموها الزيادات هذوما أكل أموال الناس بالباطل. شكون أموال الناس؟ أموال الناس رب العائلة اللي يتكفل بعائلة بزوالي مدخول نتاعو ما تفوتش 15000 دينار، يعني مليون ونص ما يفوتش إذا فات. أكل أموال الناس بالباطل اليتامى. أكل أموال الناس بالباطل الشبيبة اللي تخدم تعرق ليل ونهار باش تجيب خبزتها وتلقى بعشر، يعني لكل المؤمنين تلقى يما أمه ولا باباه مريض ما قدرش باش يجيب، واش يدير؟ يروح يسرق؟ يروح يسرق يا تجار الفرص ولا كيفاه يدير؟ خافوا ربي. اكل اموال الناس بالباطل عنده سياره وعنده ثلاثه ولا اربعه مرضى في الكورونا، باع السياره نتاعو وما بقات له باش يزيد يشري جهاز اخر نتاع اكسجين تاع اللي يدير 20 و 25 مليون، ما لقاش باش يكمل يزيد يشري جهاز اخر. الله غالب عنده ثلاثه ولا اربعه مرضى في الدار، الطوموبيل ما كفاش باع. الله غالب هذاك الشيء اللي كاين، الطوموبيل اللي يسترزق بها كاش ما يفرودي بها كاش ما يخدم بها كاش ما، الله غالب زاد باعها على جال صحة العائلة نتاعو وما قدرش باش يكمل، ما قدرش. لا غالب هذا الشيء اللي كاين، لا غالب. خافوا ربي، خافوا ربي هذا من الناس. أكل أموال الناس بالباطل. نقول لك حاجة برك يا تجار الفرص، كامل كيما راكم دون استثناء، كامل كيما راكم. آخرتها وش هي هذا الشيء اللي راكم ديروا فيه؟ الآخرة تاعها وش هو؟ آخرتها موت. الكورونا هذه يدق ببال الناس كامل بصراحة. الحاجة أنا نقول ممكن أن هذه ننظرها بنظرة، كاين ناس ما يتفقش معايا يقول لك كورونا كيفاش تقول حاجة مليحة، مش تقول حاجة مليحة، كيفاش تقول كورونا حاجة مليحة في الكورونا؟ أنه ما فرقت لا بين غني لا بين فقير. ما تقولش أنا عندي أموال وعندي الجاه وعندي المعارف وعندي، عندك والو. الساعة كي تحد تحد، ما ينفعك لا مالك لا الكل، التكنيز هذه تاع الأموال والأرباح اللي دخلتها ما ينفعك والو. ينفعك والو، ينفعك عمل الصالح نتاعك برك، هذا ما كان. اذا اكل اموال الناس بالباطل على من؟ على الفقير، على الزوالي، على اليتامى، على اللي اب رب عائله اللي مدخوله قليل يشري هذا الشيء، يقدرش قارص برك قارص 65000 ورانا رايحين. من المفروض الوباء هذا كامل نتحدوا، اللي كان القارص يدير ب 20 المفروض نقصوا به سواء لو جروسيس ولا اللي يبيعوا لو جرو ولا كانوا يبيعوا بالجرو ب 18 ولا 17 يديروا ب 10000 نقصوا. خلينا الناس تموت، الناس تموت، خافوا ربي. اللي يبيع هذاك على الطاري اللي تقيسك الاكسجين باللي كانت 950 يا خويا نديرها 200000 اسيدي ما نديرش 150 نديرها غير 200000. خليني الله غالب، الله غالب، رانا في مرحله صعيبه، مرحله صعيبه. قارورة الأكسجين ملي كدير 700 يا خويا ب 3 ملايين ونص نزيد سيدي 300 نديرها ب 3 ملايين و800 وياسر وغالية مش حق فيها 3 ملايين وياسر. جهاز الأكسجين تاع 5 لترات ب 10 ب 20 مليون علاش نديرو ب 10 ولا نديرو ب 7 ملايين ونرحم بشكل؟ يا ودي الفايدة في الصحة، الفايدة في الصحة في خالتك الزوار ولا كي تعاونها بهذاك والصح. يا ودي كان العام مازال طويل، مازال الربح كبير، مازال العام طويل، العام هذا ما ربحش، العام الجاي تربح وهي رايحة. بصح كي تعاون خاوتك هذا هو الاساس، هذا هو العمل الصالح. كي تعاون الزوالي وتعاون اليتيم هذا هو الصح. اخرتها وشي ما كان والو. الكفار يلعق رمضان يهبطوا البري، احنا
حتى لحا يجينا كورونا تقوى نزيدوا البري وخليوا رمضان والعيد وخليوا لا غالب. انا لا غالب اليوم خرجت على الموضوع كنت متعمد لغايه تبرر الوسيله ما قلتهاش انا قالها ميكافيلي في كتابه الامير الغايه تبرر الوسيله. الغايه تاعنا باش التجار هذا يخافوا ربي مش اذا ما تاو كره قدم كره قدم كاين حوايج اهم من كره قدم هي حياه الناس. نوعيه شويه التجار هذا ما يخافوش ربي مش كلها فئه ما يخافش ربي يهديكم ربي. شوفوا للزوالي شوفوا لليتيم شوفوا بابا عائله ما قدرش شوفوا اللي باع طوموبيله باش يشري الاكسجين وما كفاتوش الدراهم ما كفاتوش الله غالب. خرجت على الموضوع مي بصح كنت متعمد لانه كاين حوايج اساسيات من كره القدم حوايج اهم من كره القدم اهم من الرياضه هي حياه البني ادم خاصه حياه اخي المسلم الجزائري والحديث قياس. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.